مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تحلق إلى النهائي وتسكت أفواه الحاقدين، وهذا بعد فوزها على الملاكمة التايلاندية بكل جدارة. وقد شهد هذا النزال حضور جماهير جزائري كبير، وبعد فوز الملاكمة الجزائرية إيمان خليف قد تكون ضمنت رسميا الميدالية الفضية والسير بخطى ثابتة إلى الميدالية الذهبية إن شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله الحكام هكذا يقول مدير القاعه. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.